ما هو العنبر ومن أين يستخرج والأهمية الاقتصادية للعنبر والفروق المختلفة ما بين حجر العنبر وحوت العنبر؟ كلنا بنسمع عن العنبر، ريحة العنبر، القهوة بالعنبر والمسك بالعنبر، ولكن الغالبية مننا ما يعرفش أي حاجة عن العنبر. والدي الله يرحمه كان من الناس اللي بيحب القهوة بالعنبر جدا. كانوا بيجيبوا حاجة زي عود الكبريت كده، ياخد جزء جدا بسيط قوي وبعدين يبدأ يحطه على القهوة. طبعا الحكاية دي والدتي هي اللي بتحكيها لي، انا مشفتش والدي، ولكن كان من عشاق القهوة بالعنبر. قبل ما نبدأ، بس ايه هو العنبر وايه تفاصيل العنبر وبيستخرجوه منين والتفاصيل الكاملة عن العنبر، فارد دعوة حلوة من حضراتكم لوالدي، ربنا يرحمه رحمته واسعة ان شاء الله ويتقبله في الصالحين. ويلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم.